الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. معالي وزراء التربية والتعليم، وزراء التعليم العالي، سعادة وكلاء الوزارات، السادة والسيدات الحضور، نجتمع اليوم في هذا المنتدى التربوي لنناقش عديد من القضايا والتحديات والتي نأمل أن نناقشها اليوم لنحولها غدا إلى إنجازات لوزارات التربية والتعليم حتى يستفيد منها جميع طلبتنا وجميع طلبة العالم العربي والعالم أجمع. اليوم سأتكلم عن محور مهم في قضية التعليم ألا وهو المعلم. سأبدأ ورقتي بقصة قصيرة ذكرها سعادة مايرو فيدريكو مايرو المدير العام لليونسكو في كتابه تأملات في مستقبل البشرية. يروي مايرو أنه في أثناء زيارته لإحدى الدول الأفريقية وأثناء تجواله في المدارس، دخل إحدى المدارس وزار أحد الفصول في هذه المدارس مع مدير المدرسة، فوجد هناك معلما مشغولا في تعليم طلبته، ولم يجد مايرو في هذه المدرسة أو في هذا الفصل لا سبورة لا طباشير ولا إمكانيات توحي أنه فصل دراسي يمكن أن يتعلم فيه الطلبة. وفي هذه اللحظة قدم مدير المدرسة سعادة مايرو للمعلم والطلبة قائلا لهم: أقدم لكم الأستاذ أو البروفيسور مايرو. فما كان من المدير العام لليونسكو إلا أن أوقف المدير وقال له: سابقا كنت أنا البروفيسور، لكن في هذه اللحظة هذا المعلم البطل هو البروفيسور، من يستطيع أن يقدم المعرفة والمهارات والعلم لطلبتي في هذه الظروف فهو البطل، وأتشرف بأن أتعرف عليه. من خلال هذه الحادثة نعرف ما للمعلم من أهمية، ويتضح لنا أنه يحتل مكان الصدارة الأولى في النظام التعليمي، ويعد العامل الرئيسي في إنجاح وتطوير هذا النظام وتحقيق أهدافه. وبالرغم من وجود عدة عوامل تؤثر في النظم التعليمية، إلا أن المعلم يعتبر الأميز والأهم والأبرز بسبب تعامله المباشر ولمدة طويلة مع الطلبة، بحيث يستطيع التأثير على سلوكهم وتفكيرهم وطرق تعلمهم. ولا يمكن لأي نظام تعليمي أن يثمر ويرتقي ويتطور ليصل إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتطلعات مجتمعه منه دون الاهتمام بأوضاع المعلم. السادة والسيدات الحضور، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال المعلمين وأعداد المعلمين. من أهم هذه التحديات النقص في أعداد المعلمين والذين يرقبون في الانتساب لمهنة التعليم. فحسب آخر التقارير العالمية، العالم يحتاج إلى 1,700,000 معلم جديد، وإلى 5,100,000 معلم 5,100,000 معلم لاستبدال المعلمين الذين سوف يخرجون من سلك مهنة التعليم، وذلك لكي يحقق العالم أهداف التعليم للجميع بعام 2015. إذن العالم يحتاج في مجمله إلى 6,800,000 يجب أن يوفرها قبل حلول عام 2015 حتى تستطيع المنظمات والوزارات أن تحقق وأن تقول أن حققنا أهداف التعليم للجميع. وتبلغ نسبة ما يحتاجه الوطن العربي والدول العربية من هؤلاء المعلمون 12%. إنها مهمة صعبة للأنظمة التعليمية والمنظمات الدولية الداعمة للتعليم، ولكن الأصعب من هذه المهمة ومن توفير هؤلاء المعلمون هو نوعية المعلمون الذين سنستطيع أن نوفرهم. فالمعلم ونوعية المعلم تعد هي العامل الأبرز في التأثير على إنجازات الطالب. إن أردنا طالبا ينجز بشكل متميز يجب أن يكون لدينا معلم ذو جودة متميزة. فقد قامت العديد من الجهات بالعديد من الدراسات لإثبات هذا أو لتأييد هذه النظرية. ومن هذه الدراسات الدراسة التي أجراها ساندرز وراين فينز في عام 2006، والتي قارنت بين طالب عمره 8 سنوات تم تدريسه من قبل معلم ذو مستوى عالي لمدة ثلاث سنوات
وآخر من نفس الفئة العمرية ولنفس السنوات، ولكنه تلقى تعليمه على يد معلم يقل أداءه. فقد بيّنت الدراسة أن الطالب الأول تفوق على الثاني بنحو 53%. وقد أجريت دراسة أخرى في بريطانيا تطابقت نتائجها مع الدراسة الأولى من حيث تأثير المعلم على إنجازات الطالب، حيث أكدت الدراسة بأنه إذا ما أريد للطلاب في المملكة المتحدة أن تتحسن فرصهم للنجاح في الامتحان بنسبة 25%، فإنه يجب أن يعهد بتدريسهم إلى أفضل المعلمين في المجال أو في النظام التعليمي. وفي هذا المجال، أي في مجال تحسين جودة المعلم، يمكننا أن نتعلم الكثير من الدروس من الدول التي تتميز أنظمتها بتحقيق نتائج عالية ومستويات مرتفعة من الإنجاز في الاختبارات الدولية. ومن خلال دراسة هذه الأنظمة نجد أنها لم تخلق المعجزات، فهي قد واجهت في بداية تطويرها لنظمها التعليمية نفس التحديات التي نواجهها نحن والتي نحن الآن نناقشها ولإيجاد الحلول فيها. وما قامت به هذه الأنظمة فقط أنها أعادت ترتيب أولوياتها حتى تواجه هذه التحديات، ووضعت المعلم في قمة هذه الأولويات من حيث ثلاث مجالات: أولاً اختيار المعلم الذي سيدخل إلى النظام التعليمي، إعداده برامج إعداده في الجامعات، ثم بعد ذلك نوعية التنمية المهنية التي تقدم له أثناء خدمته وأثناء تعامله مع الطلبة. فعلى سبيل المثال، فنلندا يتقدم لها في سنة من السنوات 6600 طالب خريجين من الثانوية حتى يستطيعوا الالتحاق بكليات التربية. بعد أن تم تصفيتهم من خلال مقابلات واختبارات، تم اختيار فقط 660 معلم، تم اختيار 660 طالب فقط ليكونوا معلمين. ومن ثم وبعد أن يتخرجوا من كليات التربية يجب أن يلتحقوا بالدراسات العليا للحصول على الماجستير، فالماجستير متطلب رئيسي للمعلمين في فنلندا. وبعد ومطلوب أيضا منهم أن يهتموا بإجراء البحوث الإجرائية في مجال تخصصهم من أجل تطوير أساليب تدريسهم للطلبة ومن أجل نموهم المهني وبالتالي تحقيق الإنجازات الطلابية المتميزة. كما لوحظ في فنلندا أن المعلم يتمتع بدرجة عالية من الاحترام والتقدير من الآباء والمجتمع، هذا فضلا عن احترامهم الشخصي كمعلمين لمهنتهم وتقديرهم لها. وقد أصبحت مهنة التعليم أو المعلم في فنلندا هي المهنة الثالثة من حيث التقدير بعد مهنة الفضاء والطب. إذن يمكن أن نقول أن فنلندا قامت وجعلت مهنة التدريس أكثر جذبا لطلبتها ولخريجينها من خلال رفع المستوى التنافسي والأكاديمي للمرشحين لدخول كليات التربية، ومع منح المعلمين درجة عالية من المسؤولية والصلاحية والثقة في تطوير أنفسهم وتطوير أساليب تعليمهم لطلبتهم. أما في سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا، وهي من الدول التي أيضا أحرزت إنجازات عالية في الاختبارات الدولية سواء التيمس أو البيزا، فقد وجد أنه في سنغافورة يتم أو في هذه الدول يتم الاختيار 30% من أفضل خريجي الثانوية العامة لدخول مجال التعليم. ففي سنغافورة تختار وزارة التربية والتعليم مسبقا الطلاب لدخولهم إلى مهنة التعليم، وتقوم من باختبارهم في المواد الدراسية العلوم والرياضيات، وهذا فضلا عن إجراء مقابلة شخصية لكل طالب لقياس مدى استعداده لمهنة التعليم ومدى الرغبة النفسية التي توجد لديه لدخول إلى سلك التعليم. ثم بعد ذلك هؤلاء 30% والذين يعتبرون الأفضل يتم لهم اختبارات كفاءة، ومن ثم يعرضون إلى برنامج تدريبي صارم يركز على التعلم التجريبي والتطبيقي ويمدمج بين المعرفة والتطبيق، وأيضا يعتمد على النمذجة المجتمعية وبناء شراكة قوية مع الموجهين في المدارس. وبنهاية الفترة التدريبية فإن كل متدرب يتخرج من المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة يتبع ويرتبط بمدرسة معينة لمدة 3 سنوات حتى يستطيع أن يتدرب على مهنة التعليم ويمارسها. وخلال هذه الفترة يتلقى هؤلاء المتدربون أو الطلبة راتبا
مجزيا حتى يستطيعون الإكمال، وبعد مضي 3 سنوات يستطيع الطلبة أن يتركوا مهنة التعليم، ولكن الأكثرية يظل ويرقى في أن يبقى معلما لحصول على الدعم والمساندة، وكذلك لأن المرتبات بعد مرور فترة 3 سنوات ترتفع بشكل كبير للمعلمين، فبالتالي فإن معظمهم يرقب ويستمر في مهنة التعليم. كما أشارت دراسة ماكنزي في عام 2007 إلى أن الأنظمة الدراسية ذات الأداء العالي تطبق استراتيجية تهدف توفير بيئة تسمح للمعلمين بملاحظة ممارسات زملائهم باستمرار، وبذلك فإنهم يوفرون بيئة تعزز تبادل المعرفة حول ما الذي يجدي وما الذي لا يجدي، وتشجع المعلمين على أن يقدموا لزملائهم تغذية راجعة مستمرة، وتساعد على خلق روح عامة ودافع للتطوير وجودة التدريس. لذا فإننا إن أردنا أن نطور من المعلم ونحسن من جودته فيجب أن نتبع هذه الاستراتيجيات. أولا، العمل على وضع آليات واستراتيجيات لجذب أفضل الخريجين لمهنة التعليم، وليس الأفضل في الدرجات ولكن أيضا الأفضل في الرقبة، والذين لديهم رقبة ودافعية للتعليم. أيضا يجب أن نغير النظرة الاجتماعية لمهنة التعليم ونغيرها من، لأن الكثير يعتبرها مهنة لمن لا مهنة له، وهي تعتبر الخيار الأخير للكثير من الطلبة. كذلك يجب أن نعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والمادي والمعنوي للمعلم، مع وضع آليات تكفل الاعتراف بأفضل المعلمين وتكافئهم على جودة تعليمهم، الاهتمام بتدريب وإعداد وتحديد خصائص ومؤهلات المعلمين في الجامعات وأساليب إعدادهم وتوظيفهم، والبرامج التي تقدم لهم في الجامعات يجب أن تكون هذه البرامج ترتكز على 5 مرتكزات أساسية: تقدم المعرفة التخصصية القوية في المادة التي سوف يدرسونها، تقدم لهم النظريات التربوية الحديثة وأحدث أساليب استراتيجيات التعليم والتعلم بالنسبة لمادة التخصص، المعرفة اللازمة لمعرفة خصائص هؤلاء المتعلمون وما يناسبهم من حيث استراتيجيات التعلم واستثمار هذه الاستراتيجيات في تعليمهم، أيضا إكسابهم مهارات التعلم المستمر حتى يستطيعوا أن يطوروا معارفهم وممارساتهم التعليمية والتدريسية باستمرار، وكذلك يجب أن نعرفهم على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التعليم وكيفية استخدام هذه التكنولوجيا من أجل مصلحة طلابهم وتحقيق إنجازات طلابهم. أيضا يجب أن نوفر الوقت اللازم للمعلم لتدريبه وتنميته المهنية، وأن يتم بناء برامج التنمية المهنية بحيث تكون مرتبطة بحاجة المعلم وتجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتركز على أفضل الممارسات في التعليم والتعلم، وتقدم لهم الفرصة في تبادل الخبرات المشتركة والنقاش، وأن يتم هناك حوارات بينهم حتى يتبادلوا أفضل الممارسات التي يمارسونها في صفوفهم، وتجمع هذه الممارسات وتوزع على جميع المعلمين. في الختام يجب أن ندرك أن المعلم يواجه يوميا تحديات في صفه وخاصة في مجال المتعلمين، حيث أن طبيعة ونوعية المتعلمين تتغير لأن المجتمع يتغير، والمعلم هو من يتعامل مع هذه التغيرات بشكل يومي، لذا فهو يحتاج المساندة والدعم من جميع المهتمين بالشأن التعليمي، يحتاج الدعم والمساندة من قيادات وزارة التربية والتعليم، ويحتاج الدعم أيضا من القطاع الخاص من خلال توفير البرامج التنمية المهنية ومن خلال توفير جميع المستجدات في مجال التربوي. يجب أن نوفر الدعم والمساندة للمعلم حتى يستطيع النجاح في أداء مهمته، فهو المفتاح الفاصل وهو المفتاح الأساسي في عملية تطوير التعليم وتوفير أفضل الممارسات لطلبتنا حتى يستطيعوا تحقيق ما نأمله منهم. في النهاية أتقدم للشكر لمؤسسة العقول عربين ومديرها جون على إتاحة هذه الفرصة لي، وأشكركم لاستماعكم، وسوري جون فور ذا تايم.